أناسة سواسية كأسنان المشط الواحد، إنما يتفاوتون بالعلم والعمل والجهاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. واحد ضخم، ضخم الجسة، طويل القامة، عريض المنكبين، ما شاء الله، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. من حيث الجسم قوي ومتين وضخم، ولكن ليست العبرة بالأجسام، كما قال حسان بن ثابت: لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. أجسام كأجسام البغال، وأحلام عقول كعقول العصافير. ما قيمة جسم ليس وراءه عقل، وليس وراءه قلب، وليس وراءه ضمير، إنما يقاس الإنسان بعقله الذي يعي، بضميره الذي يحس. هذا يتفاوت الناس. ولذلك قال: يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة.